تعالى بقى نرجع كابتن عامر بعد اذنك للدوري ولقاء يوم الاربعاء الجاي ان شاء الله ما بين الاهلي ووادي دجله، وبرضو توقعات حضرتك ايه فيما يتعلق بهذه المباراه وفيما يتعلق بالماتشات اللي فاضله بقى ورحله ومشوار النادي الاهلي للحفاظ على اللقب الدوري. هو طبعا النادي الاهلي ليه ماتش مؤجل، ولو كسبه هيتساوى مع نادي الزمالك في ب 61 بونت. يعني انا بتوقع ان النادي الاهلي ان شاء الله ده هيمشي بشكل جيد جدا، مع كمان مع انضمام المجموعه بتاع المنتخب الاولمبي دي لما ترجع. رغم التعثر اللي حصل واللي اخرنا نسبيا بتعادل ما كانش ليه لازمه، بخساره ما كانش وقتها. النادي الاهلي دايما، بص احنا في سنوات كتيره قوي نادي الزمالك ده كان بيبقى سابقنا مثلا ب 13 بونت وناخد الدوري، لان احنا عندنا ثبات انفعالي كبير جدا مع مسانده اداره، مسانده جهاز فني، تعامل مع المواقف دي بشكل احترافي كبير جدا، وده موجود في النادي الاهلي بس على فكره. يعني اللعيبه بتبقى عارفه ان يعني احنا ممكن تكون لعيبه مثلا تقول لي ما يفرقش احنا ناخد الدوري، ما احنا خدنا بطوله افريقيا واخدين العشرة لسه من اسبوع ولا من اسبوعين. لا، النادي الاهلي مش كده، ولا لعيبه النادي الاهلي كده، ولا جماهيره بالمناسبه. نعم، ولا جماهيره بالمناسبه، ولا جماهيره طبعا. ده بالعكس، كل النادي الاهلي كل ما بياخد بطوله بيبقى عنده تشوق ان ياخد الثانيه والثالثه والرابعه، وبيبقى مشدود للبطوله اللي بعديها بشكل كبير جدا. بس الموضوع ده بيشكل عبء غير طبيعي على كاهل اللعيبه والجهاز الفني طبعا. انت يعني النهارده يعني التعادلات دي برضو خلي بالك بتشكل عليك عبء اكبر، لانك انت النهارده يعني لو كنت كسبت كل ماتشاتك كنت هتفرق عن الزمالك باربعه بونت. النهارده انت تعادلت ماتشين ضاع منك الاربعه بونت. بقى يعني لو كسبت الماتش اللي جاي او الماتش المؤجل ليك هيبقى التساوي في بس المشكله، لكن هيبقى نعم المشكله في ايه؟ المشكله في كلمه لو، ان احنا ما كناش عايزين نبقى محطوطين في الحته اللي مضطرين نعتمد فيها على لو الفريق المنافس حصل معاه ايه يبقى وضعنا ايه، او لو احنا تعادلنا. انا معاك، كلمه لو دي برضو ما بتطمنش قوي. لا بقى ما احنا يعني لما نيجي نبص على النادي الاهلي ومشواره هتلاقي فيه الله يكون في عون الجهاز الفني في مشواره عقبات كتيره جدا. هو الموسم السنه دي استثنائي نقدر نقول عليه، يعني كورونا واجهاد لعيبه وغيابات كل حاجه طبعا، وغيابات طبعا. كل دوت برضو بيأثر، خلي بالك. هو موسيماني بيعمل روتيشن ليه في اللعيبه؟ ما عشان حتى في الماتش جوه الماتش لما اول ما بيطمن على النتيجه بيقوم مطلع تلاقيه بيطلع بدر بنون، بيطلع الناس اللي هي شغاله في الملعب ما بتقفش، بيطلعهم يريحهم من بدري وبينزل مكانهم. فطبعا انت كون ان انت تبقى ماشي بهذا الشكل ده نجاح كبير جدا، لانك انت شغال في افريقيا وشغال في الدوري وشغال في الكاس، بطولات كتيره قوي انت شغال فيها، وبعدين بتلعب عشان تاخدها مش بتلعب للتمثيل المشرف زي ما واللي احنا واخدينها بنلعب عشان نحافظ عليها كما بالزبط. هو الحال في الموسم ده، يعني المفروض لو الاهلي فاز فعلا بالموسم ده من الدوري يبقى ده الدوري السادس على التوالي في تاريخنا. يا ما شاء الله، ان شاء الله باذن الله هناخده باذن الله. انا ما جيتلكش هنا مره لما قلت لك باذن الله هناخد الدوري باذن الله. صحيح. رغم ان احنا حتى لو تعادلنا في اللبنات مع الزمالك المواجهات المباشره هترجحنا على في يعني حضرتك ما فيش حاجه معينه قلقاك في مشوار الحفاظ على لقب الدوري؟ والله انا مش حاطط ايدك على قلبك من تفصيله ما؟ ما هو بص، هو بس اللعيبه تفضل على تركيزها طول الماتشات، لان برضو بيغيب التركيز في بعض الماتشات اللي احنا تعادلنا فيها بالذات بيغيب التركيز ثواني بيجي فينا جول. طب. وده يعني ما هو المباراه تموجيه، بتلاقي في فرقه في وقت من الاوقات مستوى اعلى وراكبه الفرقه الثانيه، لو ما استغلتش العلو في المستوى دوت واحرزت اهداف بتخش في الموجه الثانيه اللي هي تبقى مضغوطه فيها ان الفرقه تبقى مستوى الفرقه الثانيه بتعلى فممكن تجيب فارق. ايوه بس ما هو الفرقه الثانيه تعلى ليه وحضرتك جاي مثلا من محفل دولي
طالع ثالث العالم في دوري في كاس العالم للانديه، واخد النجمه التاسعه والعاشره افريقيا، وجاي بتلاعب فريق محلي في نهايه المطاف. مع الاحترام للكل، انا مش قصدي حاجه، بس انا قصدي اقول لك ان انت كنت بتلاعب لسه قبل منها بايام بتلعب فرق اقوى ثلاث اربع اضعاف الفريق اللي انت هتلعبه دلوقتي، فبالتالي مش مقبول بقى عند الجماهير ان احنا نشوف ان في تدهور في اللعب. مقبول عند اي حد، لكن هو ده طبيعتنا احنا دايما لما بناخد بطوله كبيره بيبقى الخوف بعد بالماتش الثاني على طول، لان اللعيب بيحس ان هو ده عمل حاجه كبيره جدا. ايه ماتش محلي؟ ما هو الماتش المحلي ده هيضيع منك بطوله كبيره برضه طبعا، اللي هي موصلك لافريقيا. صحيح، يعني بطوله الدوري انت بتلعب طبعا في بطوله افريقيا ازاي؟ طبعا يا تاخد دوري يا تاخد كاس. صحيح، طب ما انت الدوري هيضيع منك، مش هتلعب السنه اللي فاتت السنه اللي جايه بطوله افريقيا. فانت الماتش اللي انت هتستهين بيه بعد او هتفرح قوي لدرجه ان انت تفك ويضيع منك الدوري، ده هو ده اللي الواحد يخاف منه.